يا صباح الخير، يا صباح النور، يا صباح النشاط وعمل الحلويات الطيبة. اليوم حبيب قلبي رح نعمل بسكويت الزنجبيل. هيدا البسكويت مثل هاي الأيام بتكون ريحته معبية الشوارع بأغلبية الدول. بداية بدي 3 أكواب من الطحين، دقيق القمح. اعملوا جهدكم انخلوه للطحين، بتاخدوا نتيجة أفضل. بضيف له ملعقة طعام ملياني جبل من الزنجبيل البودرة، نصف ملعقة طعام قرفة أو السينامون أو الدارسين، كل حدا بيسميها شكل، قرنفل مطحون قدر ربع ملعقة طعام، ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم تكون مكررة للطعام، يعني هالقد كفاية، رشة الملح الخاصة لكل الحلويات. هلأ المكونات الجافة صاروا جاهزين عندي، بدي اخلطهم كلهم ببعضهم. يلي مجرب هذا البسكويت من قبل بيعرف قدي ريحته طيبة وطعمته لسه على أطيب. إذا ما كنتم مجربينه جربوه، يعني بيكفي البهارات يلي نحن حطيناه فيه. بتعرفوا فوائد الزنجبيل وفوائد القرنفل والقرفة لهم فوائد كتير كبيرة، وسبحان الله أصلا بتلاقوا هي الروايح هي أصلا روايح الشتوية، فلكان الخليط الجاف صار جاهز عندي. هلا بياخد عندي جاطة كبير، بدي اخد 120 جرام من الزبدة. اجمالا الزبدة بس نفتحها، على اغلبية انواع الزبدة بتكون مرقمة، فلعنديت هون بيكون انا عندي 20 40 60 80 120، لهون بيكون عندي هذا جزء 120 جرام. ضروري تكون الزبدة بحرارة الغرفة حبايب قلبي، بتسهلوا عحولكم الشغل. بداية بدي نعمها باستخدام المضرب الكهربائي، فيكن تستعملوا مضرب اليدوي عادي جدا بس بدكن تخفقوها منيح. بسم الله. تمام، هلأ رح ضيف السكر. بدي ضيف لثلاث ارباع الكوب من السكر البودرة. هلأ ممكن حدا يقول يا ليلى، عفوا، من السكر البني. ممكن حدا يقول لي يا ليلى انا ما عندي سكر بني، يعني ما فيني اعملها لهالوصفه. لا اكيد فيكي تعمليها. فينا نعمل السكر البني. باخد عندي اي كاسه بحط فيها 3/4 الكوب من السكر الموجود عنا بكل بيوتنا اللي بنحطه بالشاي. بضيف له ملعقتين طعام من الدبس، فيكن تضيفوا عسل اسود، فيكن تضيفوا دبس التمر، اي دبس انتو عندكن. انا عندي يا دبس الخرنوب. بضيف له قدر ملعقتين طعام. بحس أنا بهيدي المرحلة إذا استخدمت إيدي رح أعرف حركة أفضل. شوفوا كيف. وعلى فكرة هيدا السكر ما بتتخيلوا قدي سعره غالي بالسوبر ماركت، يعني أنا ما بعرف ليش هالقد بيبيعوه غالي يا جماعة. هو مجرد هذا الانفرتر. يا الله، كل ما بسمع صوت الانفرتر بتذكر حبيبة قلبي يلي قالت لي يا ليلى سمعت صوت الانفرتر عندك بال، انا عم بحضر الفيديو وفكرت اجت الكهرباء عندي، لانه نحن بلبنان اجمالا اللي على الطاقة الشمسية بيعرف شو معناته هذا الصوت. فليكو حبايب قلبي صار هذا السكر البن الرطب يلي منجيبه نحن من السوبر ماركتات الكبيرة. بشلح الكفوف هلأ بضيف له السكر البني. حبي فرجيكم القوام مظبوط، شايفين كيف هو؟ للأمانة أنا أصلا ما بقى اشتريته، صرت أعمله بالبيت. هلأ برجع بخفق. بسم الله. خلص. هلأ بدي افقش عليهم بيضة، تكون البيضة بحرارة الغرفة. اعملوا جهدكم حبايب قلبي، البيضة بس بدكم تفقشوها فوق الخليط اللي عم تعملوه، ما تفقشوا مباشرة فوق الخليط لانه ممكن ينزل قشرة وما تحسوا. بحط فوق البيضة سكر فانيليا تقريبا ملعقة صغيرة، وبخفقهم كمان شوي صغيرة. الله، طلعت ريحة الفانيليا. وتوتة توتة خلصت الحتوتة. هي هي المكونات. هلأ بضيف فوقها الطحين مع بقية المكونات يلي ضفتها فوقها، ومنبلش
نلم العجين على بعضه. بدي أقول ملاحظة كتير مهمة، إنه هيدي المكونات اللي أنا عطيتها الكوب يلي بتبلشوا فيه بتخلصوا فيه، بس لأني عطيتكم عيار الزبدة 120 جرام فبدكم تلتزموا إما بالأكواب المعيارية أو بأي كوب عندكم يا أنتم بالبيت عياره يكون 240 ميل. هلا بتشوفوا القوام كيف بيطلع. إيه عفواً، أخذني الحديث معكم ونسيت آخر مكون. عم أقول أنا عم بعجنها معودة إنها تطلع معي قطرة من هيك، فقالت يا الله نسيت الدبس. رح أضيف لها نص كوب من الدبس. ماشي حبايب قلبي، هذا آخر مكون. هلأ أفسر فينا نقول إنه هذا آخر مكون. هلأ بعجنهم مع بعضهم ورح فرجيكم القوام بالآخر. بيكون القوام دبق شوي لأنه بدي أرجع أحطها بالبراد أنا لمدة ساعة ونص، بعدين بلش رقة. إيه ها، هذا هو القوام يلي أنا بدي أحصل عليه. شايفين حبايب قلبي القوام منه لاصق، بس بنفس الوقت ليكو كيف إنه دبق. فهلا بدي أحطه بالبراد تيرتاح، وبعدين ببلش تشكيل. هلا ممكن تريحوه من ساعة ونص لثلاث ساعات، بس اجمالا بتعرفوا هلا الطقس شتوية، انتو حتشوفوا قوامه حتقرروا امتى تشتغلوا فيه. بس بدي اقول شغلي ملاحظة كتير مهمة، انه طحين عن طحين من بلد لبلد بيفرق. شفتوا هذا القوام؟ ليكو كيف الجاط معلم، انا هيك بدي القوام هيك. فهذا هو القوام اللي انا بدي احصل عليه، ما بيلزق بايدي. إذا أنتوا ما حصلتوا على هذا القوام فيكن تزيدوا شوي دبس أو تزيدوا شوي طحين، فيكن تلعبوا أنتوا بالمكونات حسب الطحين يلي ببلدكم. بس أهم شي برجع بذكر أنه ما بدي عجن، لا بدي بس لم، لحتى أنا بس اشقفها تنشقف معي، ما تنمط العجينة مثل الفطاير لما هيك منشيلها وبتنمط لفوق. لا شايفين إجمالا عجينة البسكويت هيك لازم تكون. رح غطيها وحطها بالبراد وليس الفريزر أو المجمدة، لا بالبراد. ريحتها، ريحة العجينة بتشح القلب. اليوم غدانا بإذن الله شش برك. عيشنا العجينة أنا هون ما شاء الله، العجينة تقريبا ارتاحت، وهذا اللبن بس قلل رح زيد عليهم شوي. أنا عم حط اللبن بهول الطناجر الستانلس ستيل، فالحمد لله الأمور تمام. كنت بالأول حطه بالفخار مثل ما نكون ذاكرين. حأخفقهم أنا بطنجرة الستانلس ورح أرجع أنقلهم على طنجرة الجرانيت، لأنه المكسر عندي ستانلس بيجرح لي طنجرة الجرانيت، فحأخفقهم بهاي الطنجرة لسه شوي. إهلاط كفاية. بنصح أي صبية إذا بتعاني من إنه اللبن للششبرك أو للكوسة بلبن بيقرش عندها، خلص اخفقي بالمكسر هيك مليون بالمية ما بقى يقرش. شفتوا؟ خلص هيك مستحيل. طبعا بدي أضيف لها يا أما نشا يا أما بيض، بس مستحيل بقى يقرش. فإذا كنتوا شاكين أنتوا اللبن حيقرش عندكم، إذا عندكم الميكسر أو عندكم بريق الكوكتيل اخفقوا ببريق الكوكتيل وخلصوا من هالهم. بس ما تخفقوا كتير ببريق الخلاط بعدين بيطلع الزبدة على الوش. هلا بسمي بسم الله وبنزل اللبن. بسم الله، شفتوا القوام؟ ولا غلطة، رائع. لأنه إذا كان بدي أعمل اللبن هون بهاي الطنجرة كان كعبة للطنجرة كله انجلف. كتير الميكسر الستانلس بيأذي الطناجر الستانلس وال لا الطناجر الجرانيت والسيراميك والتيفال. هلأ منشعل النار ومنحرك عادي. فينا نحط يا أما بيضة واحدة يا أما ملعقتين طعام من النشا، أنتو يلي بتحبوا حطوا. ما منشيل إيدنا عن اللبن لحتى يغلي. هلأ بدي رق العجين. جاني كومنت من وحده من حبيبه قلبي المتابعات، قالت لي ليلى طب ليه ما بتمدي عجينه الششبرك وبعدين بتقطعيها؟ ليكو العجينه تعالوا فرجيكم. شفتوا الجمال؟ العجينه عباره عن طحين ومي ورشه ملح بس. فقالت لي يا ليلى ليش انت ما بتمديها وبتقطعيها
وبعدين بتحشي الششبرك. ليه بتقعدي بإيدك؟ أنا للأمانة إني أقطش منها شقفة ومدها بإيدي وأحشيها هيك أسهل لي، بس كرامة عيونك لأنك طلبتي مني هالشي رح أعملها هالمرة مثل ما أنتي طلبتي. أنا والله هديك الطريقة أسهل لي. فمنرق العجين أول شي بإيدنا، ضروري تكون العجينة مرتاحة. أنا عجينة الششبرك دايما بحط طحين الكمية اللي أنتو بدكن إياها، كبيتين ثلاثة عقد ما عقد عدد أشخاص عائلتكم. بحط الطحين، بحط عليها رشة ملح وبعجنها بمي دافية وبتركها ترتاح نص ساعة، أقل شوي أكتر شوي ما بتفرق. بصير رقة كتير سهل إذا كانت العجينة مرتاحة، وبترتاح بشكل أسرع إذا عجنتوها بمي دافية. فخلاص منيحة هيك. دايما بقول إذا لقيتوا من هيدا مفرش السيليكون، أي مفرش سيليكون يعني أي لون أي حجم، أنا اللي عندي دائري وفي عندي مربع، كتير بيسهل عليكم شغل بالمطبخ. فشايفين بأي سماكة أنا رقيتها؟ عادي بياخد عندي أي قياس كباية أنا عندي إياها، فنجان صغير. أنا اخترت هذا الفنجان وراح بلش، ما بتركه كتير مساحة بين الدائرة والتانية لا، وبتأكد إني قطشتها مظبوط ما ضلت معلقة بالعجينة. بتعرفوا شغلة؟ حسستها هي كبيرة، رح نقل أصغر. هيك قياس بعتقد منيحة. ممتاز. وهي آخر واحدة. تمام. سبحان الله، بتلاقوا كل حدا له طريقته بالطبخ، وكل حدا بيتفنن بالطريقة يلي هو بيرتاح لها. فانتوا عملوا الطريقة اللي بتريحكم، اما مثلي انا اشيلوا العجينة نتفي نتفي انتوا قاعدين بالسهرة اعملوها، او لو خلال النهار يعني ما ضروري بالسهرة، او اعملوها بهاي الطريقة. شوفوا الطريقة اللي بتريحكم وانتوا اعملوا على اساسها. هلأ أنا رح أجيب الحشوة، الحشوة عندي جاهزة الحمد لله، عندي إياها قبل بوقت. للأمانة عن جد صدقاً قد إيه بحس شغل الششبرك سهل لما بتكون عندي الحشوة جاهزة، ما بعرف ليش، مع أنه يعني شغل الحشوة ولا أسهل من هيك، مجرد بصل ولحمة مفرومة، بس كتير بحس الششبرك بيصير سهل لما بتكون الحشوة جاهزة. هاي الحشوة كانت بالبراد. إذا بدكم تعملوها أنتو بتقلوا البصلة، بترجعوا بتقلوا اللحمة فوقها راحت الكباية. أنتو حرين تحطوا سمنة زيت، أنا بحبها بزيت الزيتون، وفيكم تحطوا صنوبر، فيكم ما تحطوا كمان، هذا الشيء بيرجع لكل حدا وذوقه. شايفين الفرق بين أول حبة والحبات التانيين؟ هاي الحبة بحسها أرتب بالطبخ. رح أعمل قدامكم، بلكي شي عروس جديد عم بتشوفني لأول مرة، نحط الحشوة عقد ما نحن بدنا ومنطبقها، منطبقها على شكل الفطاير وهيك. شايفين شو مرتبة؟ فينا نعملها ومفرزة. أما هاي الأكبر شوفوا قدي رح تطلع هيك دفشة شوي، لا كتير كبيرة هاي فطاير، هاي منها ششبرك إذا الله راد، فما بيأثر رح أعملن يعني. ندعمها بالحشوة، هاي بتاخد حشوة كتير. بعمل جهدي أنا وعم سكرن ما يكون في حشوة محل التسكير. سبحان الله، على فكرة في ناس بيحبوها كبيرة، ها في ناس قصد بكبروها، هي أصلا ما بتكبر كتير يعني بالطبخ، لأنه ما فيها لا خميرة ولا بيكنج باودر ولا شي. اكتبولي شو عاملين انتو اليوم غدا، بلكي بياخد منكم أفكار. كل حدا يكتب لي هو من أي دولة وشو الغداء اللي عاملها اليوم. تأكدوا أنه أنا بقرأ كل كومنتاتكم، يعني لو أحياناً ما بفضرد، يعني أنا بعرفكم أنتو تعذروني لأنه عندي مسؤولياتي، عندي بيتي ولادي،
فبس بقرا كومنتاتكم بالسهرة الصبح أول ما بينزل الفيديو الجديد، بقعد بقرا كومنتاتكم أنا عم بشرب فنجان القهوة، بحس حالي عن جد يعني قاعدة معكم وعم بشرب فنجان القهوة معكم. حتى كتاري بكتبوا لي يا ليلى جهزت فنجان قهوتي وقعدت أحضرك، فكتير بنبسط، بحس حالي إنه إيه والله عن جد وأنا قاعدة عم بحكي معكم، لأنه أنا نفس الشيء. فاكتبوا لي أنتم من أي دولة وشو عاملين غدا اليوم. شايفين ما أحلى شغلة؟ في ناس بتتركها سبحان الله بتتركها مثل الهلال أو مثل الفطاير، يعني بتعملها هيك. نقيت لكم الكبيرة مشان تكون واضحة أكتر. ما في إلا 4 كبار، الحمد لله ما كترنا منهم. حط الحشوة. في ناس شو بتعمل؟ بتسكرها هيك وبس. أنا ما بفضل، أنا بعتبر هيك أنا يا أما سامبوسك يا أما فطاير، أنا بحب هاي الحركة. خلص هون بحس حالي عم باكل شيش برك، غير هيك ما بحس حالي عم باكل شيش برك. ما شاء الله هاي أسرع شيش برك بالحياة. خلصت الكمية كلها حبيب قلبي، ما أخدوا مني كتير وقت. يلا رح ننزلهم باللبن اللي عم يغلي. هلأ في ناس بهاي المرحلة بيحبوا يحطوها بالفرن ويشمعوها، أنا فضلتها تكون هيك نية تنحط باللبن، بتعجبني أكتر. شايفين اللبن؟ بدنا نضلنا نحرك لحتى يغلو. هلأ هني غلو طبعا، بفرجيكم بس قوامه. بسم الله، شايفين حليب؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ننزل الششبرك في أماكن متفرقة مش فوق بعضهم. ما شاء الله أطيب أكلة ششبرك صارت جاهزة. هلا بهذا الوقت بتكون عجينة بسكويت الزنجبيل كمان صارت جاهزة بالبراد، فرح خفف النار تحت الششبرك، كان كل هالوقت النار عالية. وآخر شي بحط لهم التوم والكزبرة، بخليهم هلا يتكتكوا عمهلهم، بس ما بغطيهم، إذا غطيتهم اللبن بيفقص، خلي على نار خفيفة عم يغلي. هي هي عجينتنا ما شاء الله باردة، شايفين؟ قبل ما ننزل العجينة على المجلى أو قطعة السيليكون أنا مسحتها كتير منيح، بحط شوية طحين، ضرورية جدا هيدي الخطوة لو كنتوا عم تشتغلوا على السيليكون. تفرجيكم قوامها، شفتوا كيف صار؟ رح لمها من قلب الجاط. بسم الله، بدي فرجيكم القوام. شايفين القوام كيف؟ هذا هو قوام عجينة بسكويت الزنجبيل، هيك بيكون. شلت كل كمية العجين من قلب الجوط. هلأ قبل ما أعمل أي شيء كمان لازم رش على وشها الطحينة. تمام، باخد ورقة سيليكون تانية وبلش رقة باستخدام الشوبك. إذا ما عندكم ورق السيليكون فيكم تستعملوا النايلو، لكن مثل ما اتفقنا إذا ما كان في عنا السيليكون بنايلو، نايلو من تحت ونايلو من فوق ومن مدة، فيكم تقطعوها بأي قطاعات أنتم عندكم إياهم. أنا عندي هول القطاعات على شكل نجمة، جبتهم من زمان من الأوتلت سيد إذا ذاكرين. في عندي هذا الشكل، أهم شيء هو شكل الصبي، أنا بدي إياه أهم شكل. أها هذا شكل الصبي، وهي على شكل شجرة. هن كلهم مغسلين على فكرة، أنا مستعملتهم قبل هلأ. فحبيب قلبي بياخد شكل الصبي وبلش شكل. أول شيء بدي فرجيكم سمكتها للعجينة، ما تكون كتير رقيقة، لا بدها تكون بهاي السمكة. فنبلش نقطع. مجهزة عندي الصواني
كمان حاطة فيها فرشتة مفرش سيليكون، هن بيدبغوا عن الفرن بس هن مثل الفلي يعني ما شبهن شي بيعقدوا. انتو بتعرفوا انه انا عم بكبسها بالقلب، المفروض هيدا من فوق وهيدا من تحت. يلا تمام، رح اعمل من كل شكل كذا قطعة. شايفين ما اجمل شكله؟ رح احطه بالصينية. انا عم بعمل جهدي اخد اكبر كمية ممكنة من العجين. هلا رح اعمل من الشجرة. شايفين هذا الجزء لازم يكون من فوق، هذا من تحت، هذا مثل السكين بيكون من تحت تطلع بقلبها. إذا طلعت بقلب القالب انبسطه، هيك منكون شلناها وريحنا راسنا. حطها بالصينية لأنه العجينة المفروض نتعامل معها بحذر. طلعها بالسكين. والله شغلتها بتسلي. فينا نلت القالب بالطحين، هيك ما بيعود يلزق. هيو بالجميع الأحوال ما عم يلزق كتير. هاي ما طلعت، أنا بنبسط بس تطلع معي بالقالب. ليكو كيف رح شيلها، باخد سكينة بشيل هول الأطراف. هذا الطحين العلويش ما تعتلو همه، هلا العجينة بتشربه. هذا طلع عندي انا بالقالب قطشت له اجره فما راح اعيده، راح احطه مثل ما هو بالصينية ما بيأثر. فعرفتوا ليش انا بنبسط بس تطلع الشكل بالقالب؟ بكون خلص شلته وحطيته مباشرة بقلب الصينية. اول صينيتين صاروا جاهزين عندي، هاي اول صينية وهي الصينية التانية، وانا مشغل الفرن على درجة الحرارة 180 شيعا من فوق ومن تحت. طللنا طلع الشيش برك، انا حطيت لهم توم وكزبرة وشموا الروايح، يا الله ما اطيب الريحة. فرح اخذ هاي الصينية لان هي اول صينية اشتغلتها ورح احطها بالفرن. بسم الله. على الحرارة الطحين يلي عوشها بتشربون لانه هي معجونة بالزبدة، فأول ما بينتفخوا نتفة صغيرة رح طلعهم، يعني هني بيكونوا تماسك وما بياخدوا كتير وقت. تعالوا نكمل الكمية الباقية. لميت كل شي كان بواقي يلي أطراف الاشي اللي الأشكال اللي قطعناها وجمعتهم. عودي ليكم ما بدها ريحة أبدا، برجع بعملها بنفس الطريقة.
حسيت العجينة مرة تانية طلعت أريح من أول مرة لأن ارتاحت. أهم شيء ريحوها. بدكم تنتبهوا يكون عينكم على الفرن 3 دقايق 4 دقايق صدقا، يعني ماكسيموم 3 دقايق 4 دقايق بيكونوا صاروا جاهزين، فما بياخدوا وقت أبدا. ما شاء الله البسكويت كله استوى، باقي بس صينية أخيرة بقلب الفرن. تعالوا نعمل الآيسينج. تعمل الآيسينج بدي 2 كوبايات من السكر البودرة و4 ملاعق طعام حليب سائل، يعني كل 2 كوباية سكر بودرة بده 2 ملعقة طعام حليب سائل و2 ملعقة طعام عسل. يفضل العسل يكون عسل لونه فاتح، ما يكون العسل لونه أسود. هلأ إجمالا هن بيستعملوا القيقب، فاللي ما عنده بيقدر يستبدله بالعسل. لكل 2 كوباية سكر بده 2 ملعقة عسل. نخلطهم منيح. شايفين حبايب قلبي القوام اللي حصلت عليه؟ هذا هو قوام اللي أنا بديه، ممتاز. كيف بعرفه صار تمام؟ بعمل هيك، شايفين الفتحة اللي بتصير بالنص بترجع بتسكر هيك ببطء، شايفين؟ هيك لازم يكون قوام الآيسينج. رح أقسمهم لثلاثة أقسام، بس القسم الأكبر رح أتركه للأبيض طبعاً. في عندي هذا الملون الغذائي اللي لقيته بالسوبر ماركت، اللي فترة عم دور على ملون غذائي ما كنت عم لاقي. هلا تسمعوا لقلكم شغلة، أنا كان بدي أخضر كمان بس ما في، بس نحن كلياتنا دارسين إنه لما بنخلط الأزرق أو الأصفر بيعطينا أخضر، فأنا رح أعمل هيك. بس أول شيء حأستعمل الأحمر لأنه بدي أحمر. أيوة بسم الله، نحط شوي حسب، إذا بدي أكتر أنا بزيد. هذا وين بدي أوقفه؟ أوكي إسا رح زيد نقطة. رجعت زدت لأنه بدي أحمر ما بدي زهر. حلو كتير هذا اللون. تنسكره ونعمل الأخضر يلي هو مصنوع من الأزرق والأصفر، إن شاء الله ينجح. استنوا لها أقولكم بخلطهم على جنب بالأول ولا دغري؟ يعني إذا حطيت أنا أصفر ورجعت حطيت أصفر، إذا حطيت أزرق ورجعت حطيت أصفر المفروض أها بيعطيني أخضر. فهي فكرة حلوة. هاي الملعقة موجودة، شايفين؟ صار عندي أخضر. تمام مبسوطة والله، هاي حصلت على الألوان اللي بدي إياها. لحطهم بالأكياس الحلوانية. هل هن الأكياس اللي أنا مستعملتهم؟ فيكم تستعملوا أي كيس، بسموه هنا بمصر كيس تلاجة كمان بيمشي الحال. حطهم بالكباية تأتحكم فضيهم بقلبه. إنه هول أسعارهم رخيصة مش كتير غالية يعني. فحبيب قلبي إذا ما لقيتوا اللون الأخضر مثلي عملوا مثل ما أنا عملت، اخلطوا الأصفر والأزرق بيطلع لكم أخضر. فيكم تخلطوا كتير ألوان بيطلع لكم ألوان تانية، يعني درسينا نحن وصغار بحصة الرسم. صاروا عنا جاهزين. أنا مع أني أحطهم بالبراد شوي لأنه البسكويت فاتر،
فإذا بدي أحطه على البسكويت بده يسيح. فأمنت على الآيسينج رح أحطه بالبراد لبين ما كانوا بسكويتاتنا فتروا أو بردوا يا ربي. يلا وصلنا لأحلى فقرة، هي فقرة التزيين. هاي أحلى فقرة بكل الموضوع. بهالمرحلة شو بتعملوا حبايب قلبي؟ بتلموا العائلة كلها حواليكم، ولادكم، وكل حدا بتسلموا كيس وبتقولوا له يلا أبدع. كتير بينبسطوا عن جد الأولاد بهاي المرحلة، يعني غرامهم. أهم شيء منطوي الكيس بهاي الطريقة ومنخلي الباهم دايما على الكيس مشان ما يطلع الايسينج لفوق، والفتحة بدي افتحها كتير صغيرة يعني لا تذكر. كتير مهم انه يكون ايدنا شوي بعيد عن البسكويت نحن وعم نزين، ما نكون دقين الكيس بالبسكويت. لا، منحط له عيون. تم. زيكزاك هون هيك. نفس الشيء على الإيدين. يعني بخلص من اللون الأبيض برجع بزين ببقية الألوان مشان ما أتلبك. اللي حسيته طلع شرير بدنا إياك عم تضحك، ما تكون عم بتخوفنا. كتير سهل ومسلي. أنا حسي عم طلع أشباح. ليكو كيف عم يطلع شكل الوش والعين. يلا هلا بظبطها، قابل للتعديل. نعمل له العين. أيوة صار أجمل. وصلنا هلا لتزيين الشجر. لنزين شجرة نمشي مع الزكزاك يلي على الشجرة. نفس الشيء اللون الأحمر كمان نعمل له زرار الطقم للأفندي، نحط له على حسب قديه بدلته بتساع زرار. أنا عندي بتساع 3 زرار. ليكو بالاخر طلع زهر. ها ما فشل لي خلقي وطلع احمر، طلع زهر. هات لنزين هون الشجره. التزيين انتو حسب انتو وتفننكم، اتفننوا مثل ما بدكم. حبي اعمل للبعض منهم بابيونات. هلا اللي عملنا له بابيونه حمراء بنعمل له زرار خضر، واللي عملنا له البابيونه خضراء بنعمل له الزرار حمر. منبدل هلا بس حطهم بالبراد الايسينج رح يرجع يتماسك. هذا ما عنده بابيونه، هذا عنده لفحه. خليني هيك زين له اياها هيك. تمام. بنحط كمان على الشجرة شوية أخضر. حبيبي الغاليين أنا هون رح أنهي الفيديو تبعي لليوم هون. آخر شي بدي أقول أني بحبكم كتير، رح أحطهم مباشرة بالبراد وبعدين رح نكلهم وننبسط فيهم. بحبكم كتير وملتقي معكم على بكرة إن شاء الله بنفس التوقيت. باي. وما تنسوا تكتبولي إذا جربتوا هيدي الطريقة لخبز أو لبسكويت الزنجبيل.